بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكمة اليوم تقول: لو سكت من لا يدري لقل الخلاف بين الخلق. ما أجملها من حكمة، وما أروعها من عبارة، حقيقة في الصميم وفي صلب الموضوع وفي صلب حياتنا وواقعنا. والله لو عرف كل واحد قدره من العلم والمعرفة لما تجاوز في الكلام، ولما تجاوز في حياته، في نقاشه، في جداله، إلا حدود ما يعرفه يقول. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. والخير هنا أيها الإخوة الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم له معان كثيرة، ومن معانيه العظيمة أنك تقول بما تعرف، ويجب أن لا يهرف الإنسان بما لا يعرف. ويبدأ الخلاف بين الناس يوم ما الإنسان يتكلم بشيء ما بيعرف عنه شيء، حتى في الجدال، حتى في النقاش. إن كنت تعرف شيئا فيما تناقش فيه تكلم وأدلي بدلوك، فحياك الله. بالعكس، هون شيء لك أجر فيه إن شاء الله رب العالمين، إنك أنت أعطيت رأيك في شيء لك علم فيه. أما إذا الإنسان ما له علم في الشيء، الأصل أن يتعلم ثم يتكلم، تعلم ثم تكلم. فلذلك إذا كان السكوت من ذهب، أو إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. وقت السكوت وقت أنه يجب أن يسكت الإنسان في لحظة لا أو لم يعرف فيها، في حدود الموضوع الذي لا يتكلم فيه، والله وله الأجر. وقياسا عليها في كل المواضيع، حتى في شرعنا، حتى في شرعنا، من قال لا أدري فقد أفتى. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان يقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني، إذا قلت في دين الله أو في كتاب الله ما لا أعلم. فأيها الإخوة الكرام، فإننا من هذا المنطلق نهيب بكل الأمة أنه يجب الإنسان عليه أولا أن يتعلم حدود ما يريد أن يتكلم فيه، ثم يتكلم إن كان يملك هذا العلم. دمتم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.